لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سلمى أنا قلقانة على أمك. ليه يا بنتي ما هي كويسة؟ ما هو ده اللي قلقني. دي عاملة كأنها لا حاسة ولا دريانة باللي حصل لسليم. وأنتي هتتوهي عن ماما؟ هي كده 10 رجالة في بعض، ما بتتهزش حتى لو الدنيا كلها اتطربقت من حواليها. مش عارفة. يا رب يا رب عيني على نفسي يا رب. والله زي ما بقول لسعادتك كده، هو ده اللي حصل بالظبط. بس انت ما عندكش اثبات على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ محدش شاف زلطه اللي انت بتقول عليه ده؟ يا بيما ما فيش غيره جالي المستشفى، وانا رحت للمريض عشان اديله الحقنه، رجعت لقيت الدولاب مكسور. الكلام ده لا يقدم ولا اخر يا ابراهيم. المفاتيح مفاتيحك والعهده عهدتك. انت عارف دي ايه؟ اتجار في مواد مخدره وقضيه اختلاس. عارف عقوبتها قد ايه؟ على الاقل 15 سنه. قسما بالله يا بيه وحياه عيالي مانا. طب انا بيه معايا المفتاح، هكسر الدولاب ليه؟ من غير حلفانات يا ابراهيم. احسن حاجه تعترف بسرقتك للعهده وتقول بعتها لمين؟ يمكن يحسن موقفك شويه. يا بيه انا ما سرقتش حاجه، انا زي ما بقول لك يا بيه انا رحت اشوف المريض، اكيد ولادي الحرام ومفيش غيره زلط هو اللي جه زارني، كسر الدولاب وخد الحاجه. براحتك. اكتب يا ابني. يحبس المتهم 4 أيام على ذمه التحقيق ويراعى التجديد في الموعد القانوني. خير يا معلم حسني؟ خير يا سميح، ما تخافيش. مش المعلم حسني الضبع اللي اتهجم على الولاية في نصاص الليالي؟ واللي بيحصل ده تسميه ايه يا معلم؟ هي دي برضو اصول الرجولة؟ سميها زيارة، زيارة ونصيحة. دلوقتي؟ اه، اصل النصيحة ما تحبش الفضيحة، تحب الستر، مش كده ولا ايه؟ والرجولة بقى اللي بتتكلمي عنها دي جوزك ما يعرفش عنها حاجة. لا معلش يا معلم، أنا جوزي أرجى الراجل. الراجل اللي ما يخافش على بيته وبناته ومراته ما يبقاش راجل. وأنا نبهت عليه مرة واتنين وعشرة، ما سمعش الكلام. تقوليش يا أختي زهقان منك وعايز يخلص. أنت عايز مننا إيه؟ أنت ما كفكش اللي جرى لنا من تحت راسك؟ تحت راس أنا؟ من تحت راس جوزك. وعموما بقى عشان أنا ابن بلد ومش عاوز العيبة تركبني، قلت اجي انبهكوا لاخر مره. وبعدها بقى يبقى عداني العيب. وربنا بيقول ايه؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فاهمه ولا اقول تاني؟ حرام حرام. مات الكلام يا سميحه. عقلي جوزك وخليه يسترجل. وفهميه ان انتوا ولايه. ربنا يستر على ولايانا. خاف على نفسك يا سميحة، وخاف على بناتك، والأذية ليها 1000 باب. سلام. وأنا أقول لك من غير سلام.
مش غيرك. يا أنكل، يا أنكل مش هينفع كده، يعني ولا عشا ولا فطار. ايه هذا؟ في ايه؟ أنكل يا صلاح مش عايز ياكل خالص، ومش عارفة أعمل ايه في الأدوية. لا سيبهولي بقى. ما الولاد فين؟ الولاد في المدرسة. طيب روح انت. صباح الخير يا عم اللواء. صباح الخير. ايه بقى؟ تتعب غدا ليه؟ تقول انك مش عاوز تاكل ولا تاخد الادويه. لا احنا مش عاوزين كده. انت لازم تاكل وتاخد الادويه. بص انا عندي ليك حكايه مهمه قوي، بس مش هحكي لك عليها غير لما تشرب الاول. اشرب. لا ما انا مش هحكي لك غير لما تشرب الاول. يلا. ها ايوه. شوف بقى سيادة اللواء، الحكاية اللي عايز احكيها لك عن واد ضابط شايف نفسه قوي، طالع فيها لفوق قوي، قبض على واد صغير وقعد يضرب فيه ويعذبه لحد ما مات في ايده. لا مؤاخذة يا سليم بيه، لحد حضرتك ما اكلتش العشاء. ماليش نفس. ينفع حد يجيب لي سجاير ولا ممنوع؟ حتى لو ممنوع يا فندم، أوامر سعادتك، إحنا كنا لحم اكتفنا من خير حضرتك. خد الأكل ده معاك دي لأي حد ياكله. والله شدة وهتزول إن شاء الله، ما تزعلش نفسك. امسك يا سناء. ايه ده حك؟ امسك يا سناء، انت هتتكسفي مني. خدي يا شيخ احنا اهل. خدي. مش عايزة فلوس، مش عايزة فلوس، انا عايزة ابني، عايزة ضنايا. دم ابنك وحقه في رقبتي يا سناء. طب وغلاوتك وحق جلال الله ما هدى ولا يهنى لي بال الا لما الضابط اللي عمل في ابنك كده ده يتحبس. هو يعني حبسه هيرجع لي ابني؟ لا يا ست سناء، بس هيبرد نار قلبك وهيبرد نار الواد في تربته. بقول لك ايه، انا الحاج موصيني وصيه جامده قوي، انا هاجي بكره واخدك من ايدك كده ونروح الشهر العقاري. اعملي لي توكيل وانا هتولى القضيه بنفسي. اتفقنا؟ قولي اتفقنا يا سناء عشان ربنا ينصرنا. قلت لا اله الا الله، بس انت ذنبك ايه حاج تغرم ده كله؟ استغفر الله، استغفر الله يا ست منادى. يعلم ربنا ان ندى الله يرحمها كانت زي بنتي بالظبط، زي ما سياد الله يرحمه كان زي تامر ابني بالظبط. يعلم ربنا انا كنت مستني اليوم اللي هتتجوز فيه عشان اقف لها بنفسي واوصلها لبيت عريسها بنفسي. طب هنعمل ايه؟ اعمار. بس باذن المولى، باذن المولى انا مش ههدى ولا يهنى لي بال الا لما اخد طرم هما الاثنين. ربنا يخليك يا حاج. زي ما قلت لك يا حاجه، مصاريف جنازتهم هما الاثنين عندي. ان شاء الله الليله دي هعمل صوان كبير واقف فيه انا وابني وناخد عزاهم هما الاثنين. استغفر الله العظيم ونادي الحرام، حرام دي من بنتك، وكانوا عايزين يشيلوها لابني ويحرموني انا كمان منه، لكن اراد المولى عز وجل انه يكشف ملاعبهم ويترد مكرهم عليهم.
استغفر الله العظيم. كنت عايزه. اتفضل يا حاج. ايه ده يا حاج؟ مستوره والحمد لله مستوره. يا وليه امسكي، احنا غرب، احنا اهل، امسكي مال. انا عارف ان ندى الله يرحمها كانت هي اللي شايلاكي وشايله البيت كله، وانا وعدك يا حاج ان اول كل شهر هيوصلك واحد من صبياني يسلمك ظرف زي ده وانت قاعده مكانك معززه مكرمه. واي حاجه تحتاجيها يا حاج ما ترتبطيش بوقت، اي وقت اطلبيني هتلاقيني عندك في دقايق. اي والله. بالنسبه للقضيه ما تقلقيش خالص يا حاج، انا اتفقت مع الحاج ان انا هتولى القضيه بنفسي ومن غير اي اتعاب. كل بس اللي مطلوب من حضرتك انك تروحي الشهر العقاري وتعملي لي توكيل، وباذن الله باذن الله هجيب لك حقك من اللي عملوا فيها كده. اتفقنا؟ قولي اتفقنا يا حاجة، قولي اتفقنا وان شاء الله ربنا هينصرنا. انا قريت المحضر لكن للاسف موقف سليم بيه سيء للغايه. يعني ايه؟ امال احنا جايين لحضرتك ليه؟ كل عقده وليها حلال يا فريده هانم، بس انا حبيت اوضح الامور من الاول. أنا مش فاهمة حاجة ومش عايزة أفهم حاجة خالص. أنا كل يهمني دلوقتي إن سليم يخرج من المصيبة دي. إن شاء الله يا نسا. صحيح شهادة الشهود مش في صفه، وكمان تقرير الطب الشرعي المبدئي ضده، لكن إحنا لسه في أول الطريق. يعني أنت ناوي على إيه دلوقتي؟ إن شاء الله أحضر معاه التحقيق المرة اللي جاية، وربنا يسهل. على فكرة إحنا ما اتكلمناش في الأتعاب. أيوة بس حضرتك إحنا مفيش مشكلة في الأتعاب اللي حضرتك هتؤمر بيه. المهم إن سليم يطلع. يا أستاذ ما لبستش يعني؟ عايزة خلاص هبتدي، احنا لازم نكون أول ناس موجودين. أنا مش عايز أروح أنا يا حاج. أنت تخلص خالص، مش عايز أسمع عايزه، مش عايز دي. أنت تسمع اللي بقولك عليه وتنفذه وأنت زي الجزمة القديمة. اتفضل يلا قوم البس، وخمس دقايق تبقى قدامي هنا. يا حاج أنت إزاي بس عايزنا نروح؟ يعني اروح اقف عازل الواد اللي مات بسببي؟ اروح اخد عازل البت اللي انا موتها؟ تيجي ازاي يا حاج؟ حسك عينك اسمع منك الكلام ده تاني حتى بينك وبين نفسك. الاتنين اللي ماتوا دول احنا مالناش دعوه بيهم نهائي، ولازم نقف ناخد عزاهم كانهم اهلنا بالظبط. اتفضل، عايزك تلبس بدله وكرافته، تسرع شعرك المنكوش ده، عايزك تقف في العزا راجل، تبقى قد الواجب اللي انت رايح تعمله، وقد الحزن على اللي ماتوا. ولعلمك الحزن ده لازم الناس كلها تشوفه في عينيك، فاهم؟ يلا يلا. كتر خيرك يا فريده، متحرمش منك يا حبيبتي. بكره الصبح هنزل البنك اسحب لك الفلوس وسلمى توديهم لك. ايه الكلام اللي يزعل ده بقى يا طنط؟ هو انا مش زي سلمى وسليم ولا ايه؟ ربنا يعلم يا حبيبتي معزتك عندي قد ايه، بس دي الاصول. لو كان حصل كده مع سليم ولا سلمى كانوا هيعملوا كده. سليم نفسه لو حصل معاه كده كان هيعمل زي ما عملت. خلاص، وانا الفلوس دي اديتها لسليم، لا اديتها لك ولا اديتها لسلمى. هو لما يطلع باذن الله بالسلام هيديهم لي بنفسه. فريدة انت والله العظيم ما هاخد منك حاجة يا طنط خلاص. وبعدين ما انت عارفة سليم ابنك لا يمكن هينام وحد له عنده حاجة، ده مش بعيد يطلع من النيابة على البنك على طول. ترى يا سلمى صلي على النبي مال، قومي اعملي يا حبيبتي الفريدة حاجة تشربها. لا يا طنط انا لازم امشي، اصل ماما مسافرة عمرة بكرة ان شاء الله، ويا دوبك الحق اقعد معاها شوية. يا حبيبتي بقول لك يا فريدة، وصي ماما تدعي لسليم، تدعي له في الروضة الشريفة. حاضر يا طنط، مع السلامة. أدعي له؟ ده لولا إن الدعاء على الناس جوه الحرم حرام كنت دعيت عليه لما شبعت. حرام عليك يا ماما. حرمة عليه عيشته هو واللي زيه. أنت مش عارفة عمل فيكي إيه؟ ده كسر قلبك وكمان قتل قتلة، أدعي له إزاي؟
سليم لا يمكن يعمل كده، انا عارفاه كويس، لا يمكن يؤذي بني ادم. امال هما بيتبلوا عليه؟ وبعدين ده ظابط، يعني لا له في السياسه ولا ملوش ظهر وضعيف. وبعدين انا عايز اعرف منك حاجه، انت مهتميه قوي بالموضوع ده ليه؟ وازاي تروحي لهم وكمان عند المحامي؟ ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي يا ماما، ومفيش حاجه تستاهل ان احنا نتخانق عليها. ويا ستي لو كان على الدعاء خلاص ما تدعيش، ربنا بيسمع كل الناس جوه الحرم وبره الحرم، وسليم عنده ناس كتير قوي تدعي له من قلبها. ايوه يا ابني، خليهم يجهزوا لي العربيه، انا نازل حالا. تعيش وتجامل يا عم الحاج، مش هنتكلم في موضوعنا بقى ولا ايه؟ انت اتجننت؟ عارف لو فتحتني تاني في الموضوع ده قدام اي حد انا ممكن اعمل فيك ايه؟ وعزه جلال الله ادفنك صحي. طب انت بتقفش ليه يا عم الحاج؟ غور انت ارفعي دلوقتي. يلا انا خلص مع عم الحاج واكلمه. يلا وانت تامر خد شهادتك لله. يلا الله، هو تامر بيه غريب ولا ايه؟ ده هو صاحب الليله كلها يا عم الحاج. وهتكون فاهم ان انت لو دراعي اقسم بالله انا وقت الجد ما حد هيعوشني عنك. ده انا غالي يا عم الحاج، وربنا يخليك الاستاذ. عمري جيت اعمل الواجب برضه وافكرك. بالاذن يا بهوات، بالاذن يا بالحاج. عجبكم اللي انتوا عاملينه فيا ده؟ عجبكم؟ اتفضل يلا. ايه ده يا ابني؟ انتوا قاعدين في اوتيل ولا ايه؟ شاي وقهوه وميه معدنيه. انت بقى سليم الانصاري؟